شخصية مجنونة مرحة وجدية وحنونة كل شي على كيفها رح يمشي وقت تفكر بدها أي شي البنت الأخلاق وردية بدك تعرف مين هي هي جودان وإنما بتمشي بتعمل مشكل والناس فيها بتتفشكل ولما بحنية تحاكيها مثل الوردي بتلاقيها هالبنت الحلوة من الروح عطر الزهرة من هيفوح بدك تعرفها من هي هي قدام هي قدام فعلا مثل ما بيقولوا المغرور صعب انه يستسلم. انت هون معتقل بتهمة قتل زوجتك ولساتك شايف حالك؟ فيكرام انت عن جد مفكر اني انا قتلت انترا ولازم اتعاقب على عملتي هاي؟ لا تمثل البراءة. عم اسألك جاوبني. أنترا كانت مقربة منك ودائماً تسأل عنك، واليوم وين ما كانت هي هلأ أكيد بتكون فخورة فيك كتير، لأنه طبعاً أخوها حط كل واجباته فوق أي اعتبار، حتى فوق عيلته كمان. خلاص بكفي يا أكشات، حاج حكي بلا طعمة، وقف هالمسرحية واسمعني منيح. يمكن تقدر تمثل عمرتك ولاد أخوك ونسوانهم، بس ما بيمشي الحال معي أبداً. أولاد أخوك إجوا لعندي قعدوا يترجوني مشان إرحمك، للأسف اضطريت طالعون زعلانين، وهلأ ما حدا بيقدر يعمل لك أي شيء، رح تبقى معتقل هون يا أكشات وتواجه عقابك. الشخص المسؤول عن موتي بيكون هو أكشات جندال. الشخص المسؤول عن موتي بيكون هو أكشات جندال. صوت طالع من هون يا روات. الشخص المسؤول عن موتي بيكون هو أكشات جندال. 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 خلاص الشخص بكفي. المسؤول عن موتي بيكون هو أكشات جندال. بكفي بقى. يا ريت تطلع فيني وتسمع كلامي منيح. روات انت بتعرف انا من اول ما سمعت صوت أنترا على هاد الشريط حسيت بانه الموضوع غريب كتير، بس اليوم انا فهمت كل شيء. الصوت يلي على الشريط صحيح صوت أنترا، بس هاي كلماتك انت. كيف ممكن تزبط هالشغلة؟ أنترا عم تحكي بنفس الطريقة يلي انت بتحكي فيها، انت بتحكي هيك على طول؟ فيك تنكر هالشي هاد؟ احكي لي لشوف. مو انت دائما بتقول المسؤول عن موتها بيكون هو أكشات جندال؟ فهمني كيف قالت نفس الكلمات بالضبط. شو صار راوات؟ ما عندك شي تقلي اياه يعني؟ احكي لي يلا. معقولة هيك يصير؟ اسمعيني قدان،
أنا ما رح يكون عندي أي جواب على هي الأسئلة تبعك، عم تفهمي؟ إيه، بس أنت جاوبت على الأسئلة ولغتك ما فيها أخطاء أبداً. ماشي، إذا بدك تعرفي معناها اسمعيني، أنا وأختي أنترا ربينا كل الوقت مع بعضنا، وأنا وياها كنا على نفس العادات تماماً، وهي تعودت تحكي مثلي كمان، وصارت تحكي لغة ما فيها أخطاء. وكمان هذا الشريط يلي معك رح يكون الدليل الوحيد ضد أكشات جندال، مفهوم؟ لأنه مركز تماماً على موضوع الجريمة يلي صارت هاي، وفيني حاسبك لأنك عم تخربي الشريط. قدام للمرة الثانية عم أطلب منك ترجعي تفكري باقتراحي وتتزوجي، وهذا بيكون أحسن حل لك، لأنه سيد جندال من الصعب يطلع من الحبس أبداً. هلأ صار فيك تروحي، لأني حابب أني أدرس شوية لغة مشان أقوي مفرداتي. لك استاذ، انت اكتر محامي سمعته منيحة هون، وهالشي معروف، لهيك طلبت منك انه تجي لهون حتى تطالع ايجي من السجن باسرع وقت ممكن. اسمعيني منيح يا ست جودان، انا ما بفكر كون احسن محامي، بس اليوم الشرطة عندها دليل ضد السيد جندال، وهالشي مو سهل ابدا، بدنا دليل يثبت براءته. ايه لك ايجي عنده هذا الدليل، عيونه، عيونه الوحيدين رح يثبتوا إنه هو بريء، بمجرد إنك تطلع عليهم رح تعرف هالشي. ست جودان، ثقتك بزوجك كتير منيحة، بس القانون بيعتمد على الدليل مو على العواطف ولا حتى على الأحاسيس. نحن رح نلاقي دليل، ومشان هيك يا سيد أنت نحن لازم نعرف كيف بدنا نلاقي دليل يثبت براءة إيجي، وكمان لازم نعرف شو نعمل لحتى نطالعه من الحبس بدون ما حدا يوقف بطريقنا. يا مدام، أنت عم تحكي مع أحسن محامي بالبلد، وما حدا فيه يوقفنا حتى نطالع أكشات من الحبس. خلاص، أنا رح أهتم بكل شيء. بالإذن منكم. دورجا، منيح اجيتي بالوقت المناسب، ما كان عم يسمع مني بالمرة، بس انتي قدرتي تقنعيه بسهولة. انا بعرف منيح كيف بتمشي الامور، وكمان انتي رح تحكي لي هلأ كل شي كنتي بتعرفيه من قبل عن السيد رواد بالتفصيل. ايجود دان، طالما انه نحن ما بنعرف شو الحقيقة، فاكيد ما رح نقدر نطالع ايجي من الحبس. شو صار لك؟ ما تحكي، احكي شيء، يلا خلصيني. دورجا بكفي. انتي ما بتعرفي اي شيء بالمره، اذا اكشات مو بالبيت هاد ما بيعني انكم تتصرفوا مثل ما بدكم، هذا البيت بيكون ملك ابني وانا وبس، فهمتوا؟ والقواعد يلي لازم تصير بهذا البيت بس بقولها انا بتمشي هون، وهي القواعد بتقول ممنوع تتصرفي من عندك، وإنك تحكي هيك مع حماتك بهالطريقة. طيب ستي، لا تيتا، أنت فهمتي الموضوع غلط. ما بدي اسمع أي شيء، ما تحكي شيء، خلي هي الأعذار لحالك وما تقولي شيء أبدا. أنا ستي تيتا، عادي شوي، عادي، أدعي حالك، رجعوا لي أكشات. ستي أنت ليش خايفة هيك؟ أنا هون ورح رجع إيجي عالبيت بوعدك، بس لبين ما يرجع عالبيت انتي لازم تديري بالك على حالك منيح يا ستي. يلا اشربي شوية مي. ما بدي اشرب شي، بس المهم هلأ انتي فيك تقوليلي انه هذا المحامي بيقدر يطالع اكشات من السجن. ايه يا ستي مزبوط، رح يرجعوا اكيد. عم تحكي الحقيقة؟ ما هيك بنتي، احكي،
طيب إمتى؟ ما تاكليهم. تيتي شبك، هذا إيجي؟ يعني مين اللي بيسترجي يخليه فترة طويلة قاعد بالسجن؟ معقول يقعدوه بالسجن كرمال شغلة هو ما عمله؟ تيتي، بتعرفي؟ أنا قلت بوضوح للمحامي، ليك؟ أنت لازم ترجع إيجي على البيت لعنا بأسرع وقت ممكن. تيتي، ما بدي منك غير إنك تديري بالك على صحتك. أكيد رح يرجعوه. ما تخافي أبداً تيتي. ستي، هلأ خلينا نروح من هون. امشي يلا على غرفتك. يلا امشي. ستي ما فيها تتحمل أكتر من هيك. نحنا لازم بأسرع وقت نعرف الحقيقة حتى نقدر ننقذ إيجي. بس يا ترى قدان شو اللي عم بتخبيه علينا؟ أنا لازم أعرف هي شو مخبيه. فيكرام، أنا كان بدي خبرك عن هذا الموضوع من زمان كتير، بس ما كان عندي الجرأة أحكي. وهلأ أنا برأيي الوقت تأخر كتير، وبالنسبة إلك كتير مهم تعرف إنه إذا أنت بتحب صوتي كتير، يا ترى ممكن تسمعه كل يوم؟ أنت ليش سجلت صوتي؟ حابب تسمعه هلأ؟ أنا أنترا، الشخص المسؤول عن موتي بيكون هو أكشات جيندال. هاد يلي كان مطلوب منك. بعد ما قلتي صوت أختي أنترا عجبتيني بالمواهب يلي عندك كتير، صار فيكي طاردي مواهبك غير هون. هاي جواز السفر ومصاري. اسمعيني، أنا جهزت كل شيء لحتى تسافري على لندن بكرة المساء، عم تفهمي؟ خلي ببالك كل ما نسيتي هالشي أسرع بيكون أحسن لإلك، وإذا خبرتي أي حدا عن يلي صار وقتها يمكن لاقي طريقة اتعامل فيها معك بس بأسلوب تاني. لهيك انتبهي على تصرفاتك، ماشي؟ بتمنى لك إنه تكون رحلتك سعيدة. أكشات جندال، ما حدا رح يقدر ينقذك مني هاي المرة، ولا حتى زوجتك قدان البطلة. ومشان تضلك هون بالحبس طول عمرك، أنا عملت لك دليل مرتب كتير. إيجي؟ غريب، صاحب أكبر مطعم بالمدينة وبتقدم أكل لكل إندور، يعني معقول ما عندك مي تشربها؟ إجيتي مشان تقولي هيك؟ إيه؟ استني لحظة، قوليلي أنت كيف فتي لهون؟ كيف يعني؟ من الباب طبعاً. ليكي قدان، هلأ مو وقت المزح، ما كان لازم تفوتي لهون. ما عم تفهمي أنا شو عم قلك؟ أنت ما عم تسمعيني؟ ارجعي على البيت هلأ فوراً. أنت شو عم يصير معك؟ ليش عم تحكي مع حالك؟ مع حالي؟ كأنك مشتاق لزوجتك كتير. بتصير. قدان أنا فعلاً تعودت على المشاكل معك. معقول لهون لحقتيني؟ هيك لكان. شوف ضيفك شو عمل.
لك حتى ما خلاك تخلص شغلك وبتقلي لازم احترم السيد راوات. يعني كيف بدك يعني احترمه؟ تذكرت كل مرة بتعيط علي مشان ترتيب الغرفة، شوف هيك الواحد بيترك غرفته مكركبة؟ فهمني انت شو يلي عملته اصلا؟ ليش عم تتطلع فيني هيك؟ اذا بقى بتترك غرفتك مو مرتبة انا رح عيط عليك، مفهوم؟ ما حدا بيترك غرفته بهي الحالة. صرت طالب منك اكثر من مرة ما تلمسي اغراضي. طيب المفروض أنا ما رتب الغرفة مشان أنت ترتبها بس تطلع حضرتك من الحبس؟ ليكك رجعت من الحبس؟ يعني مفكرة رح تاخدي الغرفة كلها إلك؟ أوعك تفكري هيك أبداً، التزمي بس بالجزء تبعك وحاجة تمدي إيدك على أغراضي لو سمحتي. مو معقول من أول ما وصلت على البيت بلشت تعيط؟ شبكي انتي؟ كأني طلبت منك ما تلمسي مخدتي، وين أخدتيها؟ هاد مو عدل أبداً أكشات، انت مانك هون بس عم تعمل لي مشاكل. ماشي ما رح رد عليك ورح اخذ المخدة اكيد. ايه شو قصة الأضوية؟ هيك أحسن. سيد جندال صعب إنه يرجع على البيت لأنه هو قتل أختي أنترا.
ليش أنا خايفة كتير على إيجي؟ بس هو رح يرجع عن قريب، وأكيد بكرة رح يكون في أمل جديد. ليش طولت كتير لحتى فتحتي الباب؟ أنا كنت عم اسمع موسيقى. بحياتك ما تفكري إنه فيك تستخفي فيني. الحقيقة صعب ينوثق فيكي، ومشان هيك هدول الشباب رح يبقوا معك لحتى تركبي الطيارة على لندن. تعرفي شغلة؟ انت عامله تهديد كبير لإلي، وكان الشيء اللي لازم ساويه اخلص انا من هاي القصه كلها. موتك هلا بايدي يا سيد. لا لا لا، ما تخافي، انا ضابط شرطه وفي قانون بنمشي عليه، بس اذا اضطر الامر ما رح اتردد بقتلك، وبتمنى هذا الموقف ما يصير. وانت تذكر منيح، إذا حاولت تتزكى شوي صغيرة فهذا السلاح مو بس للتخويف، فيك تستعمله إمتى ما بدك كمان. فهمت شو عم قول؟ أكيد فهمت. هاي البنت الوحيدة يلي بتعرف شو عملت بأكشات جندال مشان يتعاقب. افتح أمرك. تفضل. صباح الخير، كيفك اليوم؟ طمني عنك، نمت منيح مبارح ولا لا؟ في مجال اشرب شوية مي نظيفة؟ أكيد. تعال معي. أجي، قبل ما تروح على أي مكان أنت لازم توقع شوية أوراق. تعال معي. يا شرطي إذا سمحت جيب شاي. ولا بلا، لا جيب الشاي، جهز قهوة وبسكوت. أنا ما بدي شيء. عفوا سيدي، بس لازم أحكي معك شوي وبجي. حاضر سيدي. أجي وقع هدول الوراء شوي وبرجع. هاي أنا قلت لك من قبل ما بدي يكون بيناتنا أي ارتباط، عم تفهم علي؟ ليش عم تتصل فيني كل شوي وتزعجني؟ إذا لسه بتتصل فيني مرة تانية رح أجي على مركز الشرطة تبعكم وأقدم شكوى ضدك. فهمت شو عم قول؟ يلا مع السلامة. حماتي، شو هذا اللي بإيدك؟
معقول اجي بالحبس وانت جوعانه هيك؟ هاي مو لإلي يا سارو، هاي للشخص يلي بسببه العيلة كلها ما عم تاكل شي. قصدك مشان فيجرام؟ يعني هلا بدك تاخدي له هاد الفطور لعنده؟ شو ما بتخجلي؟ على فكرة دورجا مع حق بشغلة وحدة، انت ما بتعملي شي صح. لو دورجا كانت مكانك كانت كبت فيجرام برات البيت خلال دقايق. لحزرك ليش عم قول هيك؟ لأنه هي عملت هذا الشي من زمان. قال فطور قال. أنا لازم وقفه. فيكرام لازم وقفه عند حده. حماتي شبك استني. يلا اطلع من البيت فورا. امشي روح. بس الضيوف مرحب فيهم بهذا البيت. النصابين والمحتالين أمثالك مكانهم مو عنا. دورجا غضبك هذا مبرر، بس انت بكفي. انت ما بتستاهل ابدا انه حدا يسمعك او حتى انه يحكي معك، وما بتستاهل انه حدا يعطيك ثقته. يمكن لهيك رحت حكيت مع جودان، بتفهم عليك كتير منيح، بس ما بيهم ابدا ليش هي هيك تصرفت. بتضل من العيله. اسمع، انت مالك من عيلتنا وما دخلك بحدا فيها ابدا، منشان هيك هلا وفورا بتضب شنتيك وبتطلع برات هالبيت. راوات ما رح يروح لاي مكان. دورجا بتمنى ما تفهميني غلط، وجوده بهذا البيت أكيد بيزعجني أنا كمان، بس إيجي ما بده يصير ببيته هيك أبداً. هو هيك قال إنه السيد راوات بضل أخوه لأنترا وضيفنا، والضيوف ما بيجوز ينهانوا ببيت جيندار. لازم هو يبقى هون بالبيت، نحن ما فينا نتصرف من عنا أبداً. دورجا بتمنى تسامحيني، بس ما بقدر اكسر كلمة ايجي بالمرة، وانت بتعرفي منيح انه ايجي شخص صادق حتى مع اعدائه. لا يا جدان، هاي المرة انا ما رح اقدر اسمعك يا دورجا. فيك تعتبري هالشي امر من اوامر حماتك. مبين عليكي قوية وعندك شخصية أكثر مما توقعت. أنا عن جد متفاجئ، عيطتي على دورجا هيك من دون أي سبب. سيد راوات ما في داعي تنبسط كل هالقد، أنت قريباً رح تفهم ليش أنا عملت هيك، وفيك تحسبها بغير طريقة. بدي المجرم يبقى جنبي حتى يكون هون تحت نظري أنا، ولحتى شوف تصرفاته كلها. يعني مفكر حالك رح تحبس أكشات بدليل مزيف وتهرب بدون ما انتبه؟ أنا دائماً رح ضل عم راقبك. جدان مستحيل حدا يضحك عليها. سيد راوات بتعرف ما بيهم قديش بيكون المجرم ذكي إلا ما يرتكب شي غلطة. وحضرتك ضابط بالشرطة وبتعرف كتير منيح شو عم بحكي. كرمال هيك أنا رح أنتظرك حتى تعمل غلطة. وفيك هلأ تتشكر السيد أكشات جندال على هاد الفطور، هو صاحب الحبس، بس كمان رتب فطور مدلل مشان حضرتك. ايه حلو كتير. صحيح لساتها صغيرة بس شايفة حالها. معقول متأثرة كل هالقد بالسيد جندال؟ جدان عم تصير خطيرة كتير يوم بعد يوم، وأنا لازم ضل منتبه منيح. اسمعني، قبل ما أطلب منك توقف أوعك تفكر إنك توقف أبداً.
هو ضروري يفهم إنه حضرته موجود بمركز الشرطة تبعي وتحت إدارتي. فهمت شو عم أقول؟ يا ترى مع مين كان عم يحكي بعرف هلأ؟ شو بدي ساوي؟ عن جد خايفة حتى أجي بمركز الشرطة. نعم قلي أنت هلأ بدك تأذي لأجي ما هيك؟ ليك ما تتفاجأ يا بارف أبداً، أنا سمعت كل شي حكيته على التليفون من شوي. قلي أنت مبسوط بهذا الشي؟ آه؟ بس يمكن نسيت شغلة وحدة، نسيت قديش أجي بضل خايف عليك طول الوقت يا بارف. اسمعني، أنا متأكدة وكتير منيح، متأكدة إنك ما رح تفوت أي فرصة أو طريقة بتصحلك لحتى تأذي فيها أجي. قلي الحقيقة بارف، شو عم تخطط لتأذي أجي؟ اوعك تنسى، طالما قدان جندال عايشة انت ما رح تقدر تأذي ايجي أبداً. انتي معك حق، ما حروح هاي الفرصة. قدان، أكشات، جندال، ايجي هلأ موجود بمركز الشرطة عندي أنا يا مدام جندال، وفيني ساوي يلي بدي إياه وما حدا حيقدر يمنعني، صح؟ بس يا قدان، أنا شخص سيء وفيني أعمل هيك شغلات، بس زوجك المسكين السيد أكشات جندال مانو قليل، هو إنسان خطير كتير، بس دائماً بيعمل حاله إنه عنده مبادئ. شو رأيك؟ أنتي ما عم تصدقيني. دقيقة بس. زوجك هو المسؤول عن هذا الأذى، صدقتيني هلا؟ أجي خلصت توقيع الوراق؟ بالأول بدي أحكي معك. طيب ماشي، بتحب هون؟ لا مو هون، بمكان خاص إذا ما في مانع. أكيد، تعال نروح على غرفتي. ماشي. اللي عم اسمع، قبل هي المرة طلبت منك تبقى بعيد عن جدان وأختها، وإلا أنا ما برحمك ورح حاسبك. شو بدك تعمل فيني؟ أكيد بتكون عامل لك شي شغلة يا بارف، ولهالسبب أجي بيكون تصرف معك هيك، وهلأ رح تنتقم مشان القصة هي مو؟ جدان شو عم تقولي أنتي؟ أنا ما بقدر فكر بالانتقام، الأيام هي رح تاخذ لي حقي، ولا تنسي كمان إنه هو قدم لي كتير شغلات، إيه؟ كمان دبر لي شغل مرتب كتير، وعطاني هذا المكان مشان عيش فيه، هو شخص كان كتير منيح معي أنا، ولهيك أنا حابب هلأ ابعت له كم واحد يضربوه ويكسروا عظامه جوات الزنزانة كرمال يبطل يرفع إيده وما يفكر يمد على أي حدا مرة تانية. شو صار لك؟ أنا ما رح أعمل هيك. إيه؟ هلأ يا ريت إذا بتتركيني يكمل شغلي
مثل ما نيك شايفة. تعرف أنا كنت حابب أقتلك قدام العالم كلها إمشان يعرفوا إنك أنت مو ضابط شرطة بس مجرد زلمة تافه يا بارف. هذا تحذير الأخير إلك، وبيكون أحسن لك إنك تحترم زوجتك وشغلك، وإلا رح ساوي شي ما بيعجبك أبداً وساويك عبرة لكل شخص من أمثالك. وأنا بوعدك كمان، لا سيدي رح تكون جزء من حياتك ولا رح يضل عندك شغل كمان. أنت ما رح تقرب أبداً من ريفتي، وإلا بدل ما أضربك بنص هالغرفة رح أضربك بنص المركز قدام الشرطة كلها. عم تفهم علي؟ ما تنسى، هذا آخر إنذار. اسمعني، بعت لي شي 5-6 رجال يكونوا قوايا على زنزانة أكشات جندال، بدي اياهم يضربوه بكل قوة ويدمروه على الآخر لدرجة إنه مرته تبطل تعرفه بالمرة. شو قصده بارف يا ترى؟ معقول ما يكون بده ينتقم؟ لا، أنا ما بعتقد إنه رح يغير تصرفاته بعد ما ضربه إيجي. هو أكيد حاطط بباله ينتقم. شو لازم أعمل؟ أنا لازم روح لعند أكشات بأسرع وقت، ما في طريقة تانية. على شو عم تتفرج؟ بعد لنا هيك بدنا نقعد هون، يلا فهمت؟ كأنه مفارقة معك معلم، شكله الشاب ما بيعرفك. ما في مشكلة أبداً، إذا كان ما بيعرفني هلأ بيعرفني. حاسة في قلق كبير جواتي يا دورجا، حاسة إنه في شي مو منيح بالمرة رح يصير معنا عن قريب. انتبه شو عم تساوي؟ شو عم يصير معيك؟ عفوا، خلص 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 معي. لكن شو قعد؟ صار لك شي؟ انت منيحة؟ شو صار للسيارة؟ أكيد ضربتها. لك شو عملتي انت؟ شو صار؟ كان لازم وصل على مركز الشرطة بسرعة. أنا شو عملت؟ شو لازم أعمل هلأ؟ شخصيتها غريبة كتير، مرحة وجدية بتصير، بس تقرر تعمل شي كل شي على كيفها بيمشي. كل ما تتذوب بالفضة والذهب وبتغلب بقوة اللي عمره ما انغلم. بنت اللي أحلامها كلها طاقة وجنون، بدك تعرف هالبنت مين بتكون. بتطلع بتلاقي المتاعب من حواليها، باقت عطر وتفوح كل ما تلوح بإيديها. كون منيح معها بتلاقي عطرة من يفوح، ولما تزعل يا روح ما بقى.
بكره.